شاء الله يرجع. أنا خاطر الكرام معناها أعوان من الأمن يطلبوا المواطنين الاستدلاء ببطاقة الهوية متاعهم، نفرح رأى الأمن مستتب وواقف على ساقيه، واخطانا ماك الحرية المضروبة والحرية التخريبية والحرية السلبية، أك الحرية المضروبة اللي عندهم غايات يهدفوا من وراها، هذيك اخطانا منها، هذيك حرية مزيفة. أنت معاه يرجع الرب معاه وألف مرة.